جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الإطالة في القراءة في الركعة الأولى والثانية في الظهر فقط أم في كل الصلوات؟ جزاكم الله خيرا. الإطالة في الركعتين الأوليين من الرباعية أو من صلاة المغرب سنة، ويطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، هكذا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ركعتان الأوليان من الظهر، الركعتان الأوليان من العصر يطيلهما، ولكن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. وأما المغرب فقد ذكر العلماء أنه يقرأ في الركعتين الأوليين من قصار المفصل، هذا في الغالب، وفي بعض الأحيان استحب له أن يقرأ من طوال المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور المغرب، وقرأ أيضا بالمرسلات المغرب، وقرأ أيضا بالأعراف المغرب، ففي بعض الأحيان يقرأ من السور الطوال في المغرب، ولكن الغالب أنه يقرأ في قصار المفصل. نعم.